اخبار اليوم. النهارده احنا موجودين في محور صندوق الفلوس الجديده، فعايزين نعرف شروطك وسينا بالنسبه لك. انا بقول لك ان انا من الجيل بتاعي والجيل كمان اللي اصغر واللي اكبر شويه كمان ما حضرش ما عايش على كده صغير، فهي بالنسبه له تظل فكره هو مش حاسسها، وبنسمع الاحتفالات وكده بس على خاصة ان السينما مش موثقه ل 73، يعني ما تخطكش الحكايه، فيتبقى انترفيوهات قصص الابطال. عفوا زي مزعج بشر، ايوه اللي هم الابطال مزحه من الفنان الكبير عمرو سعد، اللي هم دلوقتي كمان على فكره حتى الظباط اللي موجودين يمكن ما حضروش. تمام، فالموضوع خطر قوي، انه لازم السينما اهم حاجه بتوثق الكره الارضيه دلوقتي انها توثق مظبوط لحد ما مش هطول عليك، انه انا من الناس اللي هي مجال الاكبر مني واصغر مني، احساسي هنا احساس جابها. تمام، انا كنت بسمع عليه احساس انه في حرب بتحصل، الناس دي بتعمل حاجه باخلاص وضمير من غير مقابل، وانا مش متوقع انا يعني جاي ايه اقول يعني ما اي حاجه حد واحد يعملها يعني، بس ما كنتش متوقع كده يعني، مش متوقع المشاعر دي اسم البشر. المهم اوصف، انا ما اقدرش اوصف هنا، يمكن الجمهور على الشاشه مش هيقدر يحس. حاسس باللي انت عايش الحاله والرملة والجيش حواليك في كل مكان. انا بقول احنا كلنا بجد يعني لازم ايه نشكر ونساعد، مش نقف جنب كل الناس اللي بتشتغل في المشروع ده، الجيش والعمال، خاصة العمال الغلابة، لأن العمال الغلابة دول ما لهمش مصلحة. يعني على النقح في الحر والحفر اللي احنا شايفينه ده، هو ملوش مصلحه كبيره، ممكن اجره بسيط، فهو الناس جايه بتتطوع، ومصلحته الوحيده بلده، حد بلده. انت مؤخرا اتبرعت من اجرك عن الفيلم الاخير، لسه هتتورد، لسه الفيلم ما اتوردتش، اتورد الاسبوع الجاي. اتورد الاسبوع الجاي، صندوق ضحك بلده. ممكن الصبح. وكان اتكلم ان هو قال ما فيش اي حد من اعضاء الفيلم لسه عامل وتقريبا هو هيتبرع بجزء من ربح الفيلم. هو احسن الموضوع ده محتاجين نشوف بس هو ايه، واحنا بنتفق في الاول كام ومش كام، قلت له هتبرع بده، هتبرع بده كله، وان شاء الله اي حاجه هشتغلها هتبرع بجزء من الاجر على قد ما من الربح بتاع فهو الراجل يعني راجل جدع وابن بلد. كان خسران برضه قرر يتبرع بجزء من الفيلم. يعني الفيلم ده عمل بلبله في ظل صراعات مع افلام نازله في العيد وحقق يعني الفيلم ده بقول لك تصريح جديد من نوعه حبيبي. الفيلم ده بيضطهد. ليه؟ مفيش ده كلام المنتج مش كلام انا يعني، ما عادش في فتره انا عندي بارانويا، انا راجل عمال بعمل افلام ناجحه جامد، نجحت كبير كتير قبل كده، وبعد اربع سنين برجع للسينما تاني، والايرادات بالنسبه لي مرضي جدا وهايل بالنسبه للفيلم وتوقيته، وهينجح ان شاء الله بامر الله، وهيتصدر الايرادات على اخر الموسم، هيبقى من اعلى الايرادات على اخر الموسم، بس لو سابوه شويه لانه بيحصل حاجه المنتج يعني غير مفهومه، بعض السينمات دعوا ان النسخه بايظه. وبدا يحصل شكاوى من المخرجين، تمام، يضغط على الفيلم في حلقات ممكن ويعمل محاضر في الاسم. وفي تسجيلات حصل عليها الموضوع واكد كده، واكد ان في تلاعب كبير والعهد عليه يعني. وهو في الوثائق اللي عنده دي هيعمل مؤتمر صحفي. ومع ذلك هم مش قادرين يقاوموا الفيلم. طب احنا هنشوف عمرو سعد الفتره الجايه عند رسول حرب اكتوبر. انا اتمنى لو تبحث عن ده، انا لو قالوا لي تعالى اعمل دور ثلاث مشاهد يا جعان. على فكره مش انا لوحدي، انا دايما بقول ايه؟ لو كلنا كل الممثلين في جيل مثلا في اذربيجان وشاركوا في افلام برضه مشاهد موحدة وهم عبروا عن جيلهم. انت عايز توثيق بيعبر عن جيلك. لا وكمان التكنولوجيا والامكانيات زمن فرق في الكواليتي والجوده بتاع الفيلم، هيفرق كتير جدا جدا جدا. لازم نستفيد من تطور السينما ومن امكانيات الانتاج ومن امكانيات الجيش المصري، ده كله. فمش
مجرد توثيق للجيل او توثيق للحرب توثيق اقوى اقوى من الافلام الاجنبيه بالرغم ان كانوا ممثلين عظام ومحتشمين وعملوا اللي عليهم بس كانت الزمن مش كافيه ولا طليق فعشان ننافس العالم ونعرض العالم بطولاتنا ونوثقها لمصر وكل الناس بره مصر لازم نشتغل تاني وانا مستعد اشتغل من غير اجر انا واي حد اظن ان الممثلين بتاع جيلي بيحبوا مصر جدا على فكره كلهم لما لا تلاقي حد يجي يشتغل ومن غير اجر انا متاكد انا متاكد من دمك الفنان الجميل